للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من صنعاء مراسل العربية حمود النصر. أهلا بك حمود، يعني ما هي الأجواء للعملية وهل هنالك حصيلة جديدة للقتلى؟ في الواقع العملية العسكرية متواصلة والأجواء طبعا المواجهات أجواء حرب مستمرة بمواقف شعبية، ولكن أيضا القلق التي لا تزال قائمة من ردود فعل تجسدت اليوم بهجوم انتحاري كان قد حاول أحد عناصر القاعدة هجمة مبنى جهاز الأمن القومي في فرع مدينة المكلا في حضرموت، لكن تنبهت له الحراسات فأطلقوا الرصاص على تلك السيارة، تم تفجيرها قبل أن تصل إلى هدفها ولم يمت سوى الانتحاري الذي كان يقود تلك السيارة. هذه واحدة من العمليات المتوقعة كردود فعل للقاعدة سواء في المكلا او في غيرها من المدن اليمنيه التي سترت الان فيها تحسبا لاي ردود فعل من القاعده. تاكيدات القاده العسكريين في الميدان ان الاشتباكات استمرت طوال الليله الماضيه لا سيما على محوري أبين أقول المعجلة أيضا المحفد ووصولا إلى الجبال والتلال المطلة على المنطقة التي هوجمت قبل 10 أيام طائرات فيها. هذه المنطقة يبدو أن الجيش مع اللجان الشعبية يحقق تقدما كبيرا لا سيما بعد أن يعني أن وجد الدعم الشعبي لتحديد معاقل القاعدة والتمكن من مرضها والوصول إليها. هناك أيضا تعزيزات عسكرية وصلت إلى محور عتق عزان عبر مديرية حبان والصعيد. هذه المحور مرة أن يتحرك اليوم للبدء بتصفية بعض معاقل القاعدة في تلك المناطق في ضوء تقدم المحورين المحور ميفعة باتجاه أيضا جول الريدة والذي أصبح جعل القوات الجيش على مشاهد منطقة عزان من الجهة الجنوبية الشرقية. فالعملية مستمرة في هذه المناطق لكن الإحصائيات تظل أيضا أولية سواء لقتل القاعدة الجيش، لكن هناك تأكيدات بأن العشرات من عناصر القاعدة بدأ يتم القبض عليهم وهم يحاولون الهروب من المناطق التي كانوا يتحصنون فيها نتيجة تضييق الخناق عليهم من قبل قوى الجيش التي تتقدم نحو تلك المناطق من اتجاهات مختلفة. حمود، إلى أي مدى لعبت القبائل دور كبير في مساعدة الجيش للقبض على هؤلاء؟ في الواقع هناك قوى ما يسمى باللجان الشعبيه وهي لجان منظمه تم تاسيسها هذه في العام 2011 عندما شاركت الى جانب قوى الجيش في اخراج القاعده من مدينه زنجبار وجعار في محافظه ابين. هذه قوى منظمه، لكن بالنسبه للقوى القبليه الاخرى هناك معظم القاده الذين يقودون العمليات العسكريه والامنيه هم من ابناء محافظه شبوه وابين، من ابناء نفس العشائر يتواصلون مع تلك العشائر مع ابنائها لتحييد هذه. فعلا بدات تحيد المجتمع عن المجتمعات المحلية من تقديم أي مساعدة أو إيواء لعناصر القاعدة، وهذه خطوة مهمة جدا لمساندة الجيش، لكن يبقى بعض القبائل أو بعض القبائل التي يبدو حتى الآن موقع المراوغة وجهت لها إنذارات لا سيما من طبق قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء محمود الصبيحي الذي يقود العمليات بنفسه في محور أبين، وجه تحذيرات لعسكري الذي يشتبه بوجود عناصر منها يعملون لصالح القاعدة، وأعطيوا إنذار بعدم تقديم أي تسهيلات لعناصر القاعدة ما لم هكذا قيل بأنه سيتم التعامل معهم وفقا للقانون، وربما يكون هدفا للجيش في أي لحظة إذا وجد الجيش منهم أي تواطؤ مع القاعدة. شكرا لك حمود النصر مراسل صنعاء.